السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير يا مساء العافية على قلوبكم الطيبة، كيف الحال يا حلواتي؟ رب تكونون بأفضل وأحسن حال إن شاء الله. أخذكم اليوم معي جولة في محل لبسي ماركة، وبالبداية حلوات لا تنسون اللايك والاشتراك وكومنت لطيف مثلكم، الله يسعدكم، مشاهدة ممتعة إن شاء الله. هنا وصلت المحل وباخذكم معي في الجولة، طبعا ما هو اعلان، المحل توه مفتتح عندنا في الاحساء. طبعا قبل كنت اتعنى للدمام عشان اتقضى منه، مره بضاعتهم حلوه وتناسب جميع الاذواق واسعارهم مره حلوه ودائما عندهم عروض. طبعا هو المحل متكامل في ملابس رجالي نسائي ولادي بناتي، وكمان في وانتو بكرامه احذيه وشنط، وكمان في ادوات مكياج. منزلين تشكيلة كبيرة صيفية ومرة حلوات، وستايلهم كذا ريفي، وعجبتني هذه القمصان، طبعا هي للطلعة وهي للبيت كمان، مرة حلوات وقماشها بارد، وأسعارهم تتراوح من 60 ريال إلى 80 ريال، وكمان عندهم هذه الشرتات القطنية مرة حلوة وأسعارهم كمان حلوة. وهنا عندهم تشكيلة كبيرة من الجلابيات وتناسب جميع الأذواق وجميع الأعمار، وأسعارهم مثل ما قلت لكم من 60 إلى 80 ريال. وكمان عندهم هذه الجلابيات وكل حاجة بسعرها، في اللي ب60 ريال وفي اللي ب80 ريال، وكمان عندهم هذه الجلابيات فيها تطريز وشك ناعم على الصدر، وهي تجي ميدي، لا هي طويلة ولا هي قصيرة، وقماشها مرة خفيف وبارد، وكمان ألوانها تناسب الصيف. خلصت من قسم الجلابيات ودخلت على قسم القطنيات. هنا منزلين تشكيلة كبيرة من الملابس القطنية اللي تناسب البيت، مرة حلوات وقطنياتهم مرة ناعمة، مجرباتها من قبل، مرة حلوة وما تتغير. عجبتني هذه اللبسة مرة حلوة وسعرها 40 ريال، كذا لونها أصفر ناعم وما فيها يعني شيء، بس فيها حركة بسيطة من ورا. وكمان عجبتني هذه اللبسة كمان قطنية، وقطنها مرة حلو بس شويات ثقيل، اللي قبل أخف، وكذا لونها جاي أزرق سماوي على رمادي، ومرة ناعمة وحلوة. وهنا عندهم تشكيلة كبيرة من القمصان القطنية حقت البيت، وهذه اللي جاية مخصوص علشانها، مرة حلوات وقماشها قطني بارد وخفيف وأسعارها مناسبة، يعني في ب15، في ب20، في ب25، وكل موديل ونوع ولا سعره. كمان عجبني هذا القميص، موديله حلو، الوانه مره حلوه، بس القماش شويات ثقيل فما اخذته، وسعره اتوقع 50 أو 45. وهذا القميص مره حلو وقماشه بارد وسعره 39 ريال، والوانه مره حلوه بس الرسمات اللي عليه ما عجبتني فما اخذته. وكمان عندهم تشكيله كبيره من هذه العلاقيات مره حلوات، في منها قطن وفي منها قماش ستن، واغلبها عليها عروض، في ب12 ريال وفي نوع ب15 ريال، ومرة حلوات أشكالهم وألوانهم. وهنا عندهم تشكيلة كبيرة من ملابس السباحة وملابس النوم، وأسعارهم مرة حلوة وموديلاتهم كمان حلوة. وهنا عندهم تشكيلة كبيرة من البجايم، هنا عندهم القطنيات وكمان عندهم اللي تجي قماش عادي، وأسعارهم مرة حلوة، يعني أسعارهم تتراوح بين 30 إلى 20 ريال، مو قاليات وبالنسبة للجودة. وعجبتني هذه البجامة مرة حلوة، البلوزة كذا سادة تيفاني، والسروال حقها كذا في وردات ناعمة، وسعرها ب25 ريال، مرة حلوة. وكمان عجبتني هذه البيجامة مرة حلوة، ألوانها مرة ناعمة وقماشها كمان ناعم.
طبعا عندهم تشكيلة كبيرة من الملابس، بس أنا ما صورتكم إلا مختارات اللي عجبتني صورتها، لأني جاية أتسوق، فقلت بالجملة دام إني جاية أتسوق خلني أصور لكم لأنكم تحبون فلوقات التسوق. وكمان عجبتني هذه البيجامة، تجي البلوزة قطنية والشورت حقها قماش، مرة حلوة ولونها مرة فرايحي وصيفي. وهنا خلصنا من ملابس البيت وملابس النوم ودخلنا على الملابس الرسمية، وهنا عندهم تشكيلة كبيرة من البلايز والبنطلونات والتنانير الرسمية، مرة حلوات يناسبون للي عندهم دوامات أو حتى اللي يلبسونها في المناسبات الرسمية، وكل حاجة ولها سعرها. وهنا عندهم تشكيلة كبيرة من البلايز والتنانير و السراويل والبنطلونات حق العمر المحير، ومرة حلوات أشكالهم وتناسب جميع الأذواق. وهنا جيت على قسم الشنط، طبعا ما صورت كثير بس صورت أشياء خفيفة، وأغلب الشنط عليها عروض. وهنا كمان عندهم تشكيلة كبيرة من السليبرات حقت البيت، مرة حلو أشكالهم، بس أسعارهم تعتبر مرتفعة نوعا ما، يعني الأسعار من 25 ريال وطالع. وهنا كمان عندهم تشكيلة كبيرة من الحذيان والدب كرامة، بس ما عندي خلفية عن السعر لأنه الحاجة اللي مو جاي علشانها بصراحة ما أهتم يعني أبكي. هنا عندهم تشكيلة كبيرة من أدوات التجميل، بس بصراحة ما عندي خلفية عن السعر لأني ما أحس كثير في هذا القسم، بس كده صورت على السريع ومشيت. وهنا كمان عندهم تشكيلة كبيرة من ملابس الأطفال الولادي والبناتي وكمان المواليد، عندهم قطنيات، عندهم ملابس بيت، عندهم فساتين، وعندهم بدل رسمية، ومرة حلوة أشكالهم وكمان أسعارهم. وإلى هنا يا حلوات تنتهي جولتي اللطيفة في محل بسي ماركة، أتمنى أن الجولة أعجبتكم. وبعد ما خلص من محل لبسي ماركة جيت محل بو خمسة، طبعا هم قراب من بعض، طبعا ما اشتريت شيء بس كذا اخذت لي جولة على السريع ومشيت. عجبتني هذه صوان التقديم، مرة حلوة وحجمها وسط، بس حسيت جودتها شويات خفيفة يعني من نوع اللي ينكسر بسرعة. كمان عندهم هذه التشكيلة، في منها هذا اللون الفاتح وكمان اللون الغامق، ومرة حلوة اشكالهم. بيننا وبين الأكواب قصة عشق لا تنتهي، قد ما نشتري ما نشبع منهم، وهنا بخمسة منزلين تشكيلة كبيرة، وحتى لو ما كنا ناويين نشتري نجي نتفرج. وكمان عجبوني هذول الأكواب، ثلاث تشكيلات بنفس الشكل ونفس اللون، مرة حلوات حق مثلا ركن شاي أو ركن قهوة كذا تتعلق، يصير منظرها مرة حلو. بصراحة كان في خاطري أخذهم كلهم بس تعودت من البيس ورجعتهم. كمان منزلين هذه التشكيلة من الكاسات حق المشروبات الباردة، ومرة حلوة أشكالهم، في منا هذا الحجم قصير وكمان الحجم اللي أطول منه، يجي في الكرتونة حبة واحدة ب5.75 ريال. هلا لا. كمان منزلين من هذه التشكيلة، مرة حلوة ورسمتها ناعمة كذا، مرسوم عليها ليمونة ورذاذ ماي، في الكرتونة حبتين ب5.75 ريال. هلا لا.
وكمان منزل من هذه التشكيلة مرة حلوة، ولي وقت وأنا أدور مثلها بس ما حصلت، واليوم صراحة يوم حصلتهم راح حماسي يعني ما أخذتهم. حبتين ب5.75 ريال هللة، يمكن أخذهم مستقبلا ما أدري. وكمان عندهم هذا الشكل، يجي كوب مع الشفاطة في الكرتونة ب5.75 ريال هللة، مرة حجمه حلو وكمان ستايله حلو. وهذا الشكل الثاني كمان الشكل حلو بس حجمه مرة كبير، يعني أحسه شويات دفش، ويجي في الكرتونة مثل اللي قبل مع شفاطة ب5.75 ريال هللة. وهنا كمان عندهم تشكيلة متنوعة من فناجيل القهوة وعليها عرض الكرتونين ب5.75 ريال هللة. وهنا من قسم نباتات الزينة عجبني هذا الأصيص مرة حلو وكأنه صاير نبتة طبيعية، كان في خاطري أشتري بس مسكت نفسي ولا أخذته. ومن قسم المنظفات هذا الصابون البودرة، في كذا نوع طبعا مو نوع واحد، شد انتباه انه كذا حرمة جات واخذت منه، فما ادري بصراحة اذا جودته كويسة او لا، اعطوني رايكم فيه اذا جربتوا. والى هنا يا حلوات راح انهي معكم فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك وكم لطيف مثلكم الله يسعدكم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامة.